مرحبا أحبائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله بخير والحمد لله. اليوم بحلقتنا في عنا نص، في عنا تمارين، وبدي منكن تتابعوني منيح. بس قبل ما نبدأ بالحلقة رح نستمع للأغنية. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، أليفة كانت أم مفترسة فلكل منها مميزة. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات، الأرنب يعدو يقفز، القرد للموز يرقص، ما أجمل الكون الفسيح به الحيوانات تستريح. على الأرض تحيا الكائنات في ثبات ونبات، بعضها من البشر وبعضها من الحيوانات. جاهزين لقراءة النص؟ بدي منكن تحاولوا تقروا معي. رح أقرأ على البطيء هالمرة، فأنتوا حاولوا قروا معي. صندوق الأفكار الفنية. عيدوا. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت، بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية، واجباتي المدرسية، درت في المنزل، درت في المنزل، غرفة غرفة، وأنا أبربر وأقول، وأنا أبربر وأقول، أفن أفن، كم أشعر بالضجر، أفن أفن، كم أشعر بالضجر، عدت إلى غرفتي. انتبهوا هون منيح، عدت، الدال ما عم بلفظه، عم بقول عدت كأنه مش موجود، إذا انتبهوا لهي. عدت إلى غرفتي فوقع نظري، فوقع نظري على كتاب عنوانه، على كتاب عنوانه، هيا نمثل ونفرح. انتبهتوا كيف لفظت نمثل؟ لفظ كتير مهم بالقراءة، من يحسن القراءة والكتابة يعني هو كتير شاطر. أول شيء القراءة، انتبهوا لها منيح، انتبهوا لمخارج الحروف. شو يعني مخارج الحروف؟ يعني هون قلت أنا نمثل، لفظت الحرف مظبوط، ث ث، نمثل ونفرح. فخطرت، فخطرت، ما قلت فخطرت، شو قلت؟ فخطرت، الط لازم افتح تمي أنا عم بلفظها. فخطرت ببالي فكرة تمثيل، صح؟ لا، تمثيل لازم أقولها. فخطرت ببالي فكرة تمثيل
مسرحية أمام أهلي. عيدوا معي. فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت، انتبهوا هون، قلت ناديت. ليه؟ لأنه الألف حرف مد، لازم لما ألفظه مع اللي قبله طول بالكلام. وناديت لأختي لما وأخي ماجد. وناديت لأختي لما وأخي ماجد فساعداني. لاحظتوا كيف طولت على الألف؟ فساعداني بإخراج الصندوق. بإخراج الصن، لاحظتوا على الصاد كيف لفظتها؟ والقاف الصندوق. ما في نقول الصندوقي، ما في نقولها. إذا هون بدنا نركز كيف بدنا نلفظ، وبدنا ننتبه إنه هيدي الدال مش ضاد. الصندوقي الذي كنا، انتبهتوا؟ الذي مش الذي، لازم ننتبه نقول الذي كنا نسميه. نسميه كمان هون الياء حرف مد مثل الألف. صندوق، صندوق الأفكار الفنية. صندوق الأفكار الفنية. حيث، صح؟ لا، ننتبه. حيث، حيث نضع جميع الأزياء. حيث نضع، ضاد، ننتبه للمخارج. جميع الأزياء التي كنا نلعب بها. التي كنا نلعب بها. وانشغلنا، انتبهوا هون، وانشغلنا. في هون ألف ما لفظتها، بعدين بتعرفوا ليه. وانشغلنا بالتحضير. بالتحضير للمسرحية. للمسرحية. تمرنا، مين يعني تمرنا؟ نحن. على أدوارنا. تمرنا على أدوارنا. ثم، ثم صممنا بطاقات. صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي، انتبهتوا شديت هون التالي، ليش؟ لأنه في ال، ال ما بلفظها، شد على التاء. وفي مساء اليوم التالي، ليش بشد على التاء هون؟ لأنه التاء هو حرف، تعرفوا؟ شمسي. شو يعني شمسي؟ يعني لازم حط له شدة لما يكون في ال تعريف قبله. قدمنا، قدمنا المسرحية. المسرحية هون لفظت المسرحية. ليه؟ لأنه الميم حرف قمري، يعني لما تكون في قبله ال بدي ألفظها. المسرحية لأهلي. ففرحوا منا كثيرا. ففرحوا منا كثيرا. وصفقوا، مش وصفقوا،
وصفقوا، بدي ألفظ منيح الصاد، وصفقوا لنا طويلا، وصفقوا لنا طويلا. تعرفوا ليش قريتوا منيح هيك؟ لحتى انتوا تبقوا هيك تقروا بالبيت عندكم، لانه اللي بيقرا منيح بصير يعرف يكتب منيح وهو عم يعمل املاء. اذا قروا انتوا منيح وتمرنوا على النص بالبيت، لما يعطوكم النص لتقروه تمرنوا عليه منيح لتصيروا شاطرين بالإملاء كمان. وما تروحوا لمطرح لأنه رح تتابع مع التمارين التالية. صندوق الأفكار الفنية. بعد أن أنهيت واجباتي المدرسية درت في المنزل غرفة غرفة، وأنا أبربر وأقول أفن أفن، كم أشعر بالضجر. عدت إلى غرفتي فوقع نظري على كتاب عنوانه هيا نمثل ونفرح، فخطرت ببالي فكرة تمثيل مسرحية أمام أهلي، وناديت لأختي لما وأخي ماجد فساعداني بإخراج الصندوق الذي كنا نسميه صندوق الأفكار الفنية، حيث نضع جميع الأزياء التي كنا نلعب بها، وانشغلنا بالتحضير للمسرحية، تمرنا على أدوارنا، ثم صممنا بطاقات دعوة لحضور المسرحية. وفي مساء اليوم التالي قدمنا المسرحية لأهلي ففرحوا منا كثيرا وصفقوا لنا طويلا. بدي منكم أحبائي تطلعوا على الشاشة وتحذروا شو هي أول صورة. طلعوا منيح شو شايفين؟ بطاقة، بطاقة دخول، إنها بطاقة دخول. تاني صورة، جمهور، جمهور. هلا أنتوا بدكم تقولوا لي ليه. تالت صورة، مهرج. رجعوا ركزوا منيح، شوفوا بهالصورة، مهرج، جمهور، بطاقة دخول. وين هالأشياء بتكون موجودة؟ بمسرحية. إذن لنروح نشاهد مسرحية بده يكون معنا بطاقة دخول، ونحن وقاعدين عم نحضر نحن منكون من الجمهور، وإذا شاهدنا مهرج بالمسرحية يعني منكون عم نحضره بالمسرحية. فإذن هذه الكلمات تختص بشو؟ بالمسرح. إذن بعيد، المهرج، الجمهور، وبطاقة دخول. جهزوا الورقة والقلم لحتى تحاولوا أنتوا تعملوا التمارين معي، وبلاقيكم بالفقرة التالية.
مدرسة، قماش، ثلج، ألوان. جهزتوا الورقة والقلم؟ انطلقوا معي بهالتمارين. شو كاتبة أنا على اللوح؟ أول شي حرف الجيم بأشكاله الأربعة، وهون حرف شين. هلأ بدنا نركز سوا لحتى نشوف كيف نكتب الجيم بشو؟ بأول كلمة جميل. أي شكل بتاخد؟ جميل. الشكل الأول يعني مد إيدها لتمسك اللي بعدها، أو الشكل الثاني مد إيدها اتنيناتهم لتمسك اللي قبلها واللي بعدها، أو الجيم بالآخر يلي مد إيدها للي قبلها بس، أو الجيم كمان بالآخر يلي قاعدة لوحدها. شو أقولكن؟ جميل بأول الكلمة وماسكة إيد اللي بعدها. الشكل الأول اكتبوه معي، جميل. إذن جميل. تاني كلمة مجدي، اسم إنسان مجدي. وين عم تسمعوا الجيم؟ بالوسط، يعني مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. بأي شكل؟ الشكل الأول؟ تاني؟ طبعاً الشكل التاني. اكتبوا معي، مجدي. ثلج، ثلج. بأي شكل بنكتب الجيم؟ هي بالآخر. بالآخر منتذكر إنه عندها شكلين، إما بتمد إيدها للي قبلها، إما تكتب منفردة لوحدها. يعني ثلج. لام مد إيدها للي بعدها. إذن بأي شكل بكتب الجيم؟ الشكل ثالث، ثلج. وآخر كلمة مهرج، مهرج. هيدي الجيم مش مد إيدها لحدا. ليه؟ لأنه الراء مش مد إيدها للي بعدها، صح؟ إذن كيف بكتب الجيم؟ بالشكل الرابع. اكتبوا معي قدامكم، مهرج. ننتقل للشين. أول كلمة مشهد. كمان بدي منكم تركزوا على شكل الشين. شين بأول الكلمة كيف بكتبها؟ بتمد إيدها للي بعدها طبعاً، وبالوسط مد إيديها اتنيناتهم، وبالآخر في عنا شكلين، إما تمسك ما قبلها وإما تجلس مستقلة. فإذا أول كلمة مشهد، شو عم نسمع؟ إنه الشين وينا؟ بالوسط، يعني مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. فإذا بأي شكل بكتبها؟ الأول؟ لا. أنا بقول الثالث، أكيد لا. شكل تاني، مشهد. بعمل لها سن صغير وسن صغير هون لحتى دل عليها للشي، مشهد. ثاني كلمة شكل، شكل. شين جاي بالأول، يعني مد إيدها للي بعدها. وين؟ وين موجودة؟ بأول شكل، شكل، شكل. مشية، مشية. شين جاي بالوسط، مد إيدها للي قبلها واللي بعدها. إذن بأي شكل؟ شكل تاني، مشية. قماش، قماش. عم بسمع شين بالآخر وقبلها ما في حرف وصل. شو يعني وصل؟ يعني مادد إيده للي بعده، قماش. إذن كيف بكتب الشين؟ بأي شكل؟ بالشكل الرابع، لأنه قاعدة مستقلة وحدها.
قماش. وهيك بنكون تذكرنا أشكال الجيم فوق وشين. ننتقل لهالتمرين. في عندي مجموعة من الكلمات على اللوح، بدنا نحاول نركب جملة منه. أول مجموعة وتاني مجموعة. أول مجموعة: بنجاح. بنجاح. كيف عملت هالشغلة؟ بنجاح، أنجزتها بنجاح، يعني عملتها كتير منيح. تاني كلمة: بدور. بدور. حدا مثل دور، حدا قام بدور أحد، قام بدور أحدهم. جميل. جميل اسم إنسان. المهرج. المهرج. قام. قام. شو أقولكم بنبدأ الجملة؟ يلا فكروا معي منيح. أول كلمة شو؟ فعل. أحسنتم. قام. قام مين؟ يعني حدا عمل شيء. قام. نشطبها، نكتب قام. من قام؟ قام أحدهم بدور شيء بنجاح. شو قولكم؟ قام اسم إنسان، تذكرته مين؟ جميل. قام جميل. لماذا قام جميل؟ قام جميل بدور. بدور شو يعني؟ لعب دور، عمل دور، مثل دور. دور من؟ المهرج. قام جميل بدور المهرج. كيف قام بدور المهرج؟ بنجاح، يعني كانت كتير ناجحة، كان كتير ناجح دوره. بنجاح. إذا نشطب بنجاح ومنكتبها هون. قام جميل بدور المهرج بنجاح. ثاني مجموعة: كبيرة. كبيرة. مسرح. المدرسة. خشبة. شو عم بخبروني بهالجملة؟ وشو اللي لفت لي انتباهي؟ ما في عندي؟ فكروا معي، شو ما في بهالجملة؟ ما في فعل. أحسنتم. ما في عندي فعل. أقولكم شو عم بخبروني بهالجملة؟ أنا بقول إنه المدرسة كبيرة. أنا بقول المدرسة كبيرة. المدرسة كبيرة، بس هوليك الكلمات شو بعمل فيهم؟ بالمدرسة أوقات بتمثلوا أدوار. وين؟ على خشبة المسرح. ما هيك؟ صح. إذا خشبة، عم بخبرونا إنه خشبة. خشبة شو؟ المسرح الموجود بالمدرسة. صح؟ شو بها؟ كبيرة. ركبوا معي هالجملة تنشوف. خشبة. تنبدأ بخشبة. خشبة. خشبة شو؟ شو عم بخبروني؟ مسرحي. خشبة مسرحي. اكتبوا المدرستي. شو بها؟ خشبة مسرح المدرسة كبيرة. كبيرة. خشبة مسرح المدرسة كبيرة. تابعوا معي مع هالتمرين، هيدا كتير هين وبتعرفوه منيح. اتبعوا المثال: هو يلون، هي تلون. فتحوا الايدين هيكون منيح. أنا ألون، نحن نلون. يلا قولوا معي: هو يرسم. هو يرسم. هي شو منقول؟ يرسموا؟ أكيد لا،
هي ترسم. هي ترسم. أنا شو؟ أرسم طبعاً. أنا أرسم. ونحن كلنا نرسم مثل نلون. نحن نرسم. إذن هو يرسم، هي ترسم، أنا أرسم، نحن نرسم. وهيك منكون أنهينا حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمرق بأسفل الشاشة. وأنا بقلكن إلى اللقاء أحبائي. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقيم، شخصيات فيه عديدة، منها الطيب ومنها اللئيم. للمسرحيتي أبطال يجري بينهم حوار، على خشبة عالية مضيئة بالأنوار. أبطال ترسم البسمة على وجوه الزوار. المسرح فن جميل، أدوارا كثيرة عليه نقوم.